اليوم كل اللي عم بيطلعوا يحكوا انه نحن فينا نكمل بلا صندوق النقد، وانه مش ضروري صندوق النقد، ووقعنا هذا الترسيم المذل مع اسرائيل، كل هذا الكلام مش مفهوم ابدا، لانه اليوم انت ما عندك مدخل لكي نعود الى الى العالم من بوابه الاقتصاد. نعم. والنقد والمال الا عبر صندوق النقد، ما في طريقه تانية. هلا واضح انه اليوم موضوع الاصلاحات يطال أكثرية المافيا اللبنانية الحاكمة بكل أطيافها، ولذلك ما بدهم قوانين إصلاحية، مش ما بدهم IMF، هن عارفين أنه بلا IMF ما بيمشي الحال، وما بنقدر فعلا، هيدي برقة الزمة أنه اليوم هيدا البلد بيقدر يرجع يصير في انتظام مالي وغيره. نعم. فيبدو أنه هالقد البلد عصي على أي قانون إصلاحي، لدرجة أنه قبلانين أنه to compromise، يروحوا فعلا يتخلوا عن صندوق النقد وبس تما يعملوا إصلاحات جديد. فقط لغير.